ألحق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دمارا غير مسبوق بسوق العمل الفلسطينية والاقتصاد أيضا، وفقا لبيانات وتحليلات جديدة أجرتها منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. عام كامل وأكثر من العدوان تسبب في فقدان الكثير من المواطنين لوظائفهم وسبل العيش على نطاق واسع. ما فيش يعني شايف زي ما أنت شايف، طلع كيف الشوارع فارغة، ما فيش، والناس ما فيش فلوس، ما فيش، الحياة صعبة جدا جدا صعبة الحياة، يعني بس الحيطان هي اللي ساتر الناس لا أكثر ولا أقل. يعني أغلب الناس اللي بمشي المرة هذول فتيهم كلهم مش هتلاقي في جيبتهم له 5 شيكل. الوضع صعب جدا جدا جدا. هنا من وسط الأنقاض إرادة لم يكن لها مثيل، مشهد يلخص الصمود الفلسطيني المستمر رغم مأساة الحرب المستمرة، صمود يمارسه كل بطريقته، فالحياة بالنسبة لهم لابد أن تستمر. عام كامل وإحنا يعني من منطقة لمنطقة رحيل وكذا، والإزلام جوزي قاعد يعني ما فيش شغل ولا حاجة، اضطريت أشتغل خبازة. وأنا يعني أنا ما كنتش، أنا كنت عندي خدامة وعندي بس علشان الحرب اضطريت، يعني كنت أقوم يعني إيش نسوي يعني، والحمد لله هاي نخبز خليكي بالسعر يعني الطحين حين يعني صرنا رضينا بأمرنا نعبي مية، والمرأة صارت نص المجتمع أكتر، وهي المجتمع كله الحين في عام كامل في الحرب، إلا جوزها مع بليتين، واللي جوزها رجله مكسورة، واللي ابنها شباب شهداء، بتلاقي المرأة هي اللي بتكحر في العام كامل في الحرب زي هيك. اسمها عجانة خبازة. مدرسة؟ آه نعم. كنت مدرسة؟ آه في روضة، والله روضة، روضة الامتياز. شو اللي أجبرك تخبزي؟ جوع وفش مصاري، جبرت مرة واثنين اضطريت يعني، واشتغلت مع الناس، وش يطردني وش ما طردنيش، فيش اشتغلت. أثرت الحرب على البطالة؟ أثرت كتير كتير أثرت، يعني كنا نطلعنا بطالات كل 6 شهور 4 شهور، أثرت كتير، ما فيش حركة بالمرة. ومنذ اندلاع الحرب في تشرين الأول أكتوبر 2023 العام الماضي، وصل معدل البطالة في قطاع غزة إلى نسبة مذهلة غير مسبوقة بلغت 80%، عاد على الخسائر الفادحة بالأرواح البشرية، والوضع الإنساني البائس يرافقه دمار واسع النطاق للأنشطة الاقتصادية وسبل العيش، ما يضاعف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة. فقر وبطالة، هذا ما أنتجه العدوان الإسرائيلي على المواطنين في قطاع غزة، حتى بات أكثرهم يعاني من المجاعة. لقناة الكوفية صفا الغلييني، خان يونس.